بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 36 بعد 100 من سلسلة دروس كتاب مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح للعلامة الشيخ أبي الإخلاص الحسن ابن عمار الشرنبولاري رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله: باب صلاة الخوف. صلاة الخوف إضافة الصلاة إلى الخوف، قيل هو من إضافة الشيء إلى شرطه، شرط هذه الصلاة الخوف، وقيل هذه الإضافة إضافة الصلاة إلى الخوف هذه من إضافة الشيء إلى سببه، والذي رجحه الشيخ ابن عابدين رحمه الله أن هذه الإضافة من إضافة الشيء إلى سببه، فالخوف هو سبب لهذه الصلاة. قال: وحضور العدو شرط، وحضور العدو شرط، هكذا قال رحمه الله تعالى. قال: هي أي صلاته بالصفة الآتية، صلاته يعني صلاة الخوف بالصفة الآتية جائزة بحضور عدو، بحضور عدو، لاحظ ماذا قال الشيخ، جائزة بحضور عدو، قال بحضور، يعني لا بد حتى تصبح هذه الصلاة جائزة أن يكون العدو حاضرا، وكأنه أراد أن يلفت أنظارنا إلى أن اشتداد الخوف ليس شرطا لصحة هذه الصلاة، يعني يكفي أن يحضر العدو لتجوز هذه الصلاة، بخلاف على خلاف من قال بأن شرط صحة هذه الصلاة اشتداد الخوف. فلما قال هي جائزة بحضور عدو، إذن الشرط إنما هو حضور العدو سواء اشتد الخوف أو لم يشتد الخوف، فاشتداد الخوف ليس شرطا لصحة هذه الصلاة. نص على ذلك الكمال ابن الهمام في فتح القدير، قال: هي جائزة بحضور عدو لوجود المبيح، وإن لا سبحان الله وإن لم يشتد الخوف، إذن اشتداد الخوف ليس شرطا، لذلك لو رأوا من بعيد، لو رأوا من بعيد أشياء تتحرك سوادا، ظنوا هذا المتحرك من بعيد أنه جيش للعدو، أنه عدو، فصلوا صلاة الخوف. ليه؟ لوجود الخوف عندهم، خافوا. فإن تبين بعد ذلك أن هذا الذي رأوه من بعيد عدو صحت صلاتهم، وإن تبين غير ذلك وجب عليهم أن يعيدوا الصلاة. ليه؟ قال: لأن اشتداد الخوف ليس بشرط، وإنما الشرط حضور العدو. قال: بخوف غرق من سيل أو حرق من نار. قال: وإذا تنازع القوم في الصلاة خلف إمام واحد. إذن الآن الصورة التي سيذكرها الشيخ لنا هي مبنية على تنازع واختلاف المصلين،
انقسم المصلون إلى قسمين، فئة تريد أن تصلي، القوم كلهم يريد أن يصلوا خلف زيد. قال لهم الإمام أو زيد: تعالوا نقسم إلى قسمين، الفئة ألف تصلي خلف محمد وفئة ب تصلي خلف أحمد. قال: لا، الكل يريدون أن يصلوا وراء فلان، فعندها تشرع هذه الصلاة. فإن لم يتنازعوا، إذن لم يحصل تنازع، فالأفضل أن يصلي الإمام الذي هو قائد الجيش أن يصلي بطائفة الصلاة قائمة، وبعد أن ينتهي من الصلاة يرسل الطائفة التي صلت معه إلى وجه العدو، ويأمر رجلا ليصلي إماما بمن تبقى من الجند الذين لم يصلوا، يصلي بهم صلاة كاملة. هذا الأفضل إذا لم يتنازع القوم. لذلك قال: وإذا تنازع القوم في الصلاة خلف إمام واحد فيجعلهم طائفتين، يقسمهم إلى طائفتين، ويقيم واحدة بإزاء أي مقابل العدو للحراسة، ويصلي الإمام بالطائفة الأخرى ركعة من الصلاة الثنائية الصبح والمقصورة بالسفر، يعني الظهر والعشاء والعصر، ويصلي بالأولى المذكورة ركعتين من الرباعية أو المغرب، لأن الشفع شرط لشطر هذه الصلاة. فلو صلى بها ركعة وبالثانية ثنتين في المغرب يعني، بطل صلاتهما لانصراف كل طائفة في غير أوانها، لانصراف كل في غير أوانه. قال: وتمضي هذه الطائفة، يعني التي صلى بها ركعتين أو ركعة، إلى جهة العدو مشاة، فإن ركبوا أو مشوا لغير جهة الاستفاف بمقابلة العدو بطلت، تبطل صلاتهم، لأنهم مشوا خطوات ليسوا بحاجة إليها، فتبطل الصلاة بذلك. قال: وجاءت تلك الطائفة التي كانت في الحراسة فأحرموا مع الإمام، فصلى بهم ما بقي من الصلاة، وسلم الإمام وحده لتمام صلاته، فذهبوا إلى جهة العدو مشاة. ثم جاءت الطائفة الأولى إن شاءوا، وإن أرادوا أتموا في مكانهم بلا قراءة، لأنهم لاحقون، فهم خلف الإمام حكما لا يقرؤون، لذلك لا يقرؤون، وسلموا ومضوا إلى العدو. ثم جاءت الطائفة الأخرى إن شاءوا، وصلوا ما بقي في مكانهم لفراغ الإمام، ويقضون بقراءة لأنهم مسبوقون، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى صلاة الخوف على هذه الصفة. طبعا لو أنهم شرعوا بالصلاة بعد حضور العدو، حضر العدو الآن وشرعوا بهذه الصلاة بصلاة الخوف، وهم في الركعة الأولى، رجع العدو، غادر العدو المكان، لا يجوز لهم الانصراف، ولا يجوز لهم أيضا الانحراف. ليه؟ لأن سبب الرخصة وهو حضور العدو قد زال، فلذلك يتابعون الصلاة. قال: وقد ورد في صلاة الخوف روايات كثيرة. طيب لو أنهم مثلا شرعوا في الصلاة
ثم حضر العدو ثم حضر العدو ما الحكم؟ قال جاز الانحراف، جاز أن ينحرفوا وأن ينقسموا طائفتين. قال وقد ورد في صلاة الخوف روايات كثيرة، وأصحها 16 رواية مختلفة، وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم 24 مرة، وكل ذلك جائز والأولى والأقرب من ظاهر القرآن هو الوجه الذي ذكرناه. قال وإن اشتد الخوف فلم يتمكنوا بالهجوم، صلوا ركبانا. قبل قليل ماذا قال أحبابنا الشيخ؟ قال وإن لم يشتد الخوف، نص على أن اشتداد الخوف ليس شرطا لصحة صلاة الخوف، وهنا كأنه يشير إلى أن اشتداد الخوف شرط لجواز الصلاة ركبانا وفرادا مومئين، وليس شرطا لجواز صلاة الخوف. واضح؟ قال وإن اشتد الخوف صلوا ركبانا. إذن اشتداد الخوف شرط لصحة الصلاة ركبانا وليست شرطا لأصل صلاة الخوف. فلذلك لو ركب في غير حال اشتداد الخوف تبطل صلاته، تبطل صلاته. قال فلم يتمكنوا بالهجوم، صلوا ركبانا ولو مع السير مطلوبين للضرورة إذا كان العدو يطلبهم، لا طالبين، لا إذا كانوا هم الغالبين والعدو قد فر منهم، قال لا، لعدمها، لعدم الضرورة في حقهم. قال صلوا ركبانا فرادا بالإيماء إلى أي جهة قدروا. لا يصح أن يصلوا جماعة مقتدين، ليه؟ لاختلاف المكان، لاختلاف المكان، فلا يصح أن يصلوا جماعة، من شروط صحة الجماعة اتحاد المكان. قال إذ لا يصح الاقتداء، لاحظ، لاختلاف المكان إلا أن يكون رديفا جالسا راكبا خلف إمامه، إلا أن يكون رديفا لإمامه. قال ولم تجز صلاة الخوف بلا حضور عدو حتى لو ظلوا سوادا عدوا وتبين بخلافه أعادوها دون الإمام. الإمام لا يعيد لأنه ما مشى ولم يتحرك وصلى 4 ركعات في مكانه أو 3 ركعات في مكانه. ويستحب حمل السلاح في الصلاة عند الخوف. مولانا؟ نعم. مولانا المعنى جزء عفوا إلا أن يكون رديفا له، كيف نفهم الشخص؟ قلنا رديف جالس خلفه، يعني قلت إلا أن يكون رديفا، يعني واحد يقود الخيل والثاني جالس وراءه، يجوز أن يصلوا جماعة. ليه؟ لاتحاد المكان، لاتحاد المكان الذي هو ظهر الخيل. وإن كان ثلاثا هل يجوز؟ وإن كانوا 10، وإن كانوا 10 يصح. قال عفوا. وقال الإمام مالك والشافعي رحمهما الله تعالى بوجوبه، بوجوب حمل السلاح للأمر، يعني للأمر بذلك في نص القرآن. قلنا هو الأمر الوارد في القرآن هو للندب، لأن حمل السلاح ليس من أعمال الصلاة. قالوا إن لم يتنازعوا، أي القوم، في الصلاة خلف إمام واحد، فالأفضل صلاة كل طائفة مقتدين بإمام واحد،
فتذهب الأولى بعد إتمامها، بعد إتمام الصلاة، ثم تجيء الأخرى الطائفة الثانية فتصلي بإمام آخر، مثل حالة الأمن، كما أنهم يصلون في حالة الأمن. لماذا كانت هي الأفضل؟ قال للتوقي عن المشي ونحوه، كذا في فتح القدير: وهو حسبي ونعم الوكيل. وهو يعني القدير. نعم. ممكن السؤال، هنا عندما أتم الصلاة الطائفة الأولى، يعني أتم بلا قراءة، يعني ينقصون في القيام كم يعني مولانا مدة؟ مقدار الفاتحة، يقفون مقدار الفاتحة. ليس ثلاث أيام؟ ثلاث أيام؟ نعم. ثلاث أيام؟ لا لا لا، مقدار الفاتحة مولانا. هي قلنا لك يقفون الوقوف الأكمل، الوقوف الأكمل بمقدار الفاتحة، الوقوف الأكمل بمقدار الفاتحة. فلو وقفوا بمقدار تسبيحة لكفاهم. شكرا مولانا. نعم. لم تجوز صلاة الخوف بلا حضور العدو. نعم. ولكن في قاعدة يعني وبخوف عرق يعني لما بخوف لما يكون هو غريق، يعني يصلي راكب في باخرة مثلا، أيصلي لوحده هو، يصلي هو لوحده إلى أي جهة كانت، كان في البحر وركب على غصن شجرة يصلي بالإيماء، هذه صلاة الخوف تسمى، عرفت؟ ولكن نعم، ولكن بدا لا يوجد عدو، خاف الغرق يا أستاذ. ليه؟ نعم يجوز. انتبه يا ابني، انتبه. الصلاة التي يشترط صحتها حضور العدو هي الصلاة التي ذكرها الشيخ الآن. أما إنسان خاف أن يصل أن يغرق، كان في وسط البحر، كيف يصلي؟ يصلي صلاة الخائف. تمام؟ نعم، شكرا مولانا. قال: باب أحكام الجنائز. جمع جنازة بالفتح، فتح الجيم والكسر، جنازة وجنازة. جمع جنازة للميت والسرير، يعني أراد أن يقول الشيخ أن كلا من الفتح والكسر يصح أن يقال، أن يطلق هنا على الميت، الميت يسمى جنازة وجنازة، والسرير الذي يوضع عليه الميت يسمى جنازة ويسمى جنازة. وقال الأزهري: ولا تسمى جنازة حتى يشد الميت عليه على السرير، لا يسمى السرير جنازة حتى يشد الميت عليه مكفنا، فعندها يسمى السرير جنازة. قال: يسن توجيه المحتضر، أي من قرب من الموت. المحتضر هو من حضرته ملائكة الموت، أو من حضره الموت وحل به، هذا يسمى محتضرا. والمراد طبعا كما قال الشيخ رحمه الله من قرب من الموت، قال أي من قرب من الموت. وإلى الأصل في المحتضر ما ذكرنا من المعنيين. قال: يسن توجيه المحتضر على يمينه، لأنه السنة، وجاز الاستلقاء على ظهره، لأنه إذا استلقى على ظهره أيسر لمعالجته، لمعالجة هذا الميت من تغميض عينيه وشد لحييه هكذا إلى فوق. وكذلك عندما يستلقي على ظهره يكون أبعد من أن يتقوس
بدنه فيصعب تغسيله ويصعب تكفينه ويصعب دفنه، فلذلك قال الأيسر الاستجازة الاستلقاء على الظهر، ولكن ترفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة دون السماء. قال ويسن أن يلقن، يعني الميت يسن أن يلقن، وذلك أو هنا الملقن من قرب موته المحتضر، ويسن أن يلقن يعني المحتضر، ويندب أن يكون من يلقن المحتضر الشهادتين ليس من الورثة، ليس من الورثة، ويندب أن يكون الذي يلقن الميت شخص يظن به الخير من أهل الصلاح. قال ويسن أن يلقن وذلك بذكر كلمة الشهادة عنده، فهنا يلقن من إذن نائب الفاعل أحبابنا؟ المحتضر، لقوله عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه ليس مسلم يقولها عند الموت إلا أنجته من النار. الله. فهنا لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، بعضهم قال هنا لقنوا موتاكم، موتاكم هنا على المجاز وليس على الحقيقة، واستدل على ذلك بنفس الحديث لأنه قال فإنه ليس مسلم يقولها عند الموت، فلما قال ليس مسلم يقولها عند الموت فهمنا أن التلقين يكون من حظ من احتضر من قرب موته، فآخر الحديث يفسر أوله، ولقوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، أي مع الفائزين، وإلا فكل مسلم ولو فاسقا يموت على الإيمان يدخل الجنة ولو بعد طول العذاب. وإنما اقتصرنا على ذكر الشهادة لا إله إلا الله يعني تبعا للحديث الصحيح، ولذا قال في المستصفى وغيره ويلقن الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، معللا بأن الأولى لا تقبل بدون الثانية، لأنه ليس إلا في حق الكافر، ليس في حق الكافر، يعني لا تقبل الثانية بدون الأولى إلا في حق الكافر، أما المؤمن لو قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ألا تقبل منه هذه؟ تقبل، لأنه هو ما قال لا إله إلا الله إلا وهو وقد أعلن سابقا أن محمدا رسول الله. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن حجر وقول جمع يلقن محمد رسول الله أيضا، لأن القصد موته على الإسلام، ولا يسمى مسلما إلا بهما مردود، فقول مبتدأ ومردود خبر، مردود بأنه مسلم، وإنما المراد ختم كلامه بلا إله إلا الله ليحصل له ثواب ذلك الثواب. وأما الكافر فيلقنهما قطعا مع أشهد لوجوبه، إذ لا يصير مسلما إلا بهما، انتهى. طبعا الشيخ ابن حجر قال هذا الكلام في كتابه العظيم الجميل تحفة المحتاج شرح المنهاج بالفقه الحنفي الشافعي عفوا، شرح فيه كتاب المنهاج للإمام النووي، كتاب جميل رائع القراءة فيه ماتعة. قال فتذكر الشهادة عند
المسلم المحتضر من غير إلحاح، لأن الحال صعب عليه، فإذا قالها مرة ولم يتكلم بعدها حصل المراد، يعني يكون آخر كلامه حينئذ لا إله إلا الله. قال: ولا يؤمر بها، فلا يقال له قل، لأنه يكون في شدة، فربما يقول لا جوابا لغير الآمر، فيظن به خلاف الخير. إنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقالوا إنه إذا ظهر منه ما يوجب الكفر لا يحكم بكفره حملا على أنه زال عقله. واختار بعض المشايخ زوال عقله عند موته لهذا الخوف. ومما ينبغي أن يقال له على جهة الاستتابة: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحانه لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: لأنه قد يستضر بذكر ما يشعر أنه محتضر. الله. طيب. وأما الكافر فيؤمر بهما لما روى البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال: أسلم. فنظر إلى أبيه فقال له: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. قال: وتلقينه بعدما وضع في القبر مشروع لحقيقة قوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله. يقول الإمام الكمال في فتح القدير، الكمال بن الهمام في فتح القدير، نعم، يقول: هنا لقنوا موتاكم حقيقة، ولا يجوز حمله على المجاز. وذكر أدلة واستفاض في ذكر الأدلة ونقاش وحوار الكلام حول هذه، حول جواز وإباحة ومشروعية التلقين في القبر، وأتى بأدلة ونقاش علمي كبير في كتابه فتح القدير. قال: أخرجه الجماعة إلى البخاري ونسب إلى أهل السنة والجماعة، يعني نسب هنا من نائب الفاعل التلقين، أن مذهب أهل السنة والجماعة يقولون بجواز التلقين ومشروعية التلقين. وقيل: لا يلقن في القبر، ونسب إلى المعتزلة. وقيل: لا يؤمر به ولا ينهى عنه. وكيفيته، كيفية التلقين، أن يقال يعني للميت وهو في قبره: يا فلان ابن فلان، اذكر دينك الذي كنت عليه في دار الدنيا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولا شك أن اللفظ لا يجوز إخراجه عن حقيقته. الآن الشيخ يعني كأنه ينقل كلام الكمال بن الهمام في هذا الموضوع. قال: ولا شك أن اللفظ لا يجوز إخراجه عن حقيقته إلا بدليل، فيجب تعيين هذا الدليل الذي يدل على أن موتاكم ليس على الحقيقة وإنما هو على المجاز. فيجب تعيينه بقول موتاكم حقيقة،
قال: ولا شك أن اللفظ لا يجوز إخراجه عن حقيقته إلا بدليل، فيجب تعيينه بقوله موتاكم حقيقة، ونفي صاحب الكافي فائدته. صاحب الكافي قال لا يفيد التلقين في القبر، قال: ونفي صاحب الكافي فائدته مطلقا ممنوع. نعم، الفائدة الأصلية منتفية، الفائدة الأصلية منتفية. ما هي الفائدة الأصلية التي هي الإتيان بالشهادتين الذي تنقل صاحبها من الكفر إلى الإيمان؟ هذه هي الفائدة الأصلية، الآن منتفية، لأن هذه الشهادة لا تنقل صاحبها من الكفر إلى الإيمان إلا في دار الدنيا، وقد انتقل الآن إلى الدار الآخرة. قال: نعم، الفائدة الأصلية منتفية، ويحتاج إليه لتثبيت الجنان بالسؤال في القبر. قال المحقق ابن الهمام: وحمل أكثر مشايخنا إياه على المجاز. إياه يعني قوله عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، حملوه على المجاز، حملوا هذا إيش؟ على المجاز. أي من قرب موته، لا عفوا، وحمل وليس وحمل، وحمل أكثر مشايخنا إياه على المجاز، أي من قرب موته من الموت، مبناه يعني بني مبناه على أن الميت لا يسمع عنده، على أن الميت لا يسمع عنده. وأورد عليهم قوله صلى الله عليه وسلم في أهل القليب، والقليب كما تعلمون هي بئر، القليب هي المراد بها القب البئر. قوله عليه الصلاة والسلام في أهل القليب: ما أنتم بأسمع منهم. وجاء في الحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على أهل القليب بعد معركة بدر، حينما جمع قتل المشركين وألقاهم في القليب في البئر، فقال لهم: وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ خاطبهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقيل له: يا رسول الله، أنت ما تدعو إلا أمواتا، لا تخاطب إلا أمواتا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون، ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. إذن الذين قالوا بأن قوله عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم هذا مجاز وليس حقيقة، هذا محمول. لماذا قالوا ذلك؟ لأنهم هم يعتقدون أن الموتى لا تسمع، أن الموتى لا يسمعون في قبورهم، لذلك حملوه على المجاز. قال: وأورد عليهم قوله عليه الصلاة والسلام في أهل القريب: ما أنتم بأسمع منهم. وأجابوا تارة بأنه مردود من عائشة رضي الله عنها، أنها قالت عمنا عائشة رضي الله عنها: كيف يقول عليه الصلاة والسلام ذلك؟ يعني كيف يقول ما أنتم بأسمع منهم؟ كيف يقول ذلك والله يقول في القرآن: وما أنت بمسمع من في القبور؟ هكذا قال أم عائشة رضي الله عنها. قال: وأجابوا تارة بأنه مردود من عائشة، يعني عائشة هي التي ردت أن يكون أهل القبور تسمع، وتارة أجابوا تارة بأنه خصوصية له، بأنه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، إسماع الموتى هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وتارة بأنه من ضرب المثل، أنه من ضرب المثل، يعني كأنهم يقولون النبي عليه الصلاة والسلام مثل حاله
وحال أهل القليب بحال أهل الجنة وقت استقرارهم فيها، وحال أهل النار وقت استقرارهم في النار، حيث ينادي أهل الجنة ينادون أهل النار فيقولون إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ إذن هذه إيش ردود أقوال من يقول بأن المراد هنا بقوله عليه الصلاة والسلام موتاكم هو المجاز وليس الحقيقة. قال ويشكل عليهم، ويشكل عليهم ما في صحيح مسلم، يعني يشكل عليهم على من؟ على القائلين بالمجاز، على القائلين بأن موتاكم مجاز عمن قرب موته. ويشكل عليهم ما في مسلم إن الميت يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا، وتمامه بفتح القدير. قلت يمكن الجمع، يعني يمكن الجمع بين التلقين حالة الاحتضار وبين التلقين بعد الموت، يمكن أن نجمع بينهما. قلت يمكن الجمع فيلقن عند الاحتضار لقوله صلى الله عليه وسلم فإنه ليس مسلم يقولها عند الموت إلا أنجته من النار، وعملا بحقيقة موتاكم، عملا بحقيقة موتاكم، وبالتالي يعني يصح أن يلقن في حالة الاحتضار وبعد الموت. طبعا يلقن أحبابنا بعد الوضع في القبر، بعدما يوضع في القبر ويغلق عليه يبدأ الآن بالتلقين. قال وعمل بحقيقة موتاكم لتثبيته للسؤال في القبر، لما روى سعيد بن منصور وسمرة بن حبيب وحكيم بن عمير قالوا إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس كانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله ثلاثا، يا فلان قل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أتوسل إليك بحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم أن ترحم فاقتي بالموت على الإسلام والإيمان، وأن تشفع فينا نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني الظاهر أن هذا من قول المصنف رحمه الله، الظاهر أن هذا من قول الشيخ الشرنبولالي من عند قوله اللهم إني أسألك بحبيبك المصطفى إلى الأخير، الظاهر أن هذا من كلام الشيخ الشرنبولالي وليس من كلام سعيد وسمرة وحكيم، الله أعلم. قال ويستحب لأقرباء المحتضر وأصدقائه وجيرانه الدخول عليه للقيام بحقه وتذكيره وتجريعه وسقيه الماء. نعم، التجرع هو شرب الماء بعجلة، وقيل التجرع هو شرب الماء قليلا 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 قليلا، لذلك هنا المراد بقوله وتجريعه يعني بسقيه الماء قليلا قليلا. قال لأن العطش يغلب لشدة النزع حينئذ فيحتاج للماء، فنسقيه قليلا الماء ليس كثيرا، ولذلك يأتي الشيطان كما ورد بماء زلال ويقول قل لا إله غيري حتى أسقيك، نعوذ بالله منه، ويذكرون فضل الله وسعة كرمه بين يدي هذا المحتضر كي يقبل على الله بالرجاء، ويحسنون ظنه بالله تعالى لخبر مسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، إلا وهو يحسن الظن بالله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، أي يظن أنه أن الله يرحمه
ويعفو عنه. طبعا هذا عند الموت، هذا عند الموت. أما في حالة الصحة، يعني في حالة الموت الإنسان ينبغي أن يكون الرجاء غالبا عليه. أما في حالة الصحة فقال العلماء يكون المؤمن خائفا راجيا، ويكونان سواء مستويين، الخوف والرجاء. نعم. الله. طيب. أي يظن أنه يظن لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، أي يظن أنه يرحمه ويعفو عنه. وخبر الصحيحين قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. الله. طيب. ماذا يعني أنا عند ظن عبدي بي؟ ماذا تعني هذه الكلمة أنا عند ظن عبدي بي؟ يعني كأن الله يريد بهذا الكلام أن يقول لنا بأن جزائي لعبدي يوم القيامة، جزائي لعبدي يوم القيامة هو على وفق ظنه بي، فأنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. فجزاؤك يوم القيامة يكون على حسب ظنك بالله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم. قال ويتلون عنده عند المحتضر سورة ياسين، يتلون عنده سورة ياسين للأمر به. وفي خبر ما من مريض يقرأ عنده سورة ياسين إلا مات ريانا. إيش يعني ريانا؟ مشتق من الري، يعني شبعان ليس بعطشان، ليس بعطشان. ما من مريض يقرأ عنده سورة ياسين إلا مات ريانا وأدخل قبره ريانا. واستحسن بعض المتأخرين قراءة سورة الرعد لقول جابر رضي الله عنه فإنها تهون عليه خروج روحه. واختلفوا في إخراج الحائض والنفساء والجنب من عنده، من عند المحتضر أو من عند المحتضر. وجه الإخراج، أول شيء أحبابنا هذا الإخراج ليس على سبيل اللزوم. هذا الإخراج، إخراج الحائض والنفساء والجنب، هذا ليس على سبيل اللزوم. وكذلك لا يخرج، وإنما يخرجن ما لم يكن لهن حاجة. أما إذا كنا محتاجين إليهن وكانت واحدة منهن حائض أو نفساء لا يبقين. فإذا هذا الخروج أو الإخراج ليس من باب اللزوم. قال واختلفوا في إخراج الحائض. نعم. وعند يرجع الضمير عندي كيف؟ عين من عند المحتضر، من عند المحتضر، من عند المحتضر. واختلفوا في إخراج الحائض والنفساء من عند المحتضر، هل إخراجهن واجب أو فرض أو مباح أو لا يخرجن؟ تمام. أمامه يعني من جنبه، طبعا من عنده، يعني من غرفته التي هو الآن يعاني سكرات الموت. قال وجه الإخراج امتناع حضور الملائكة محلا به حائض أو نفساء كما ورد. قال ويحضر عنده طبيب ليقرر الآن هل هو مات أو موجود على قيد الحياة إلى غير ذلك. الآن مات هذا المحتضر، ماذا نفعل به؟ شرع الآن في بيان ما يفعل بالميت. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.